السلام عليكم طلاب الصف الثاني، كيف حالكم؟ اليوم سوف نأخذ درس جديد واسمه الأعداد الزوجية والأعداد الفردية. اليوم يا مس رح نتعلم درس جديد اسمه الأعداد الزوجية والأعداد الفردية. رح نفرق يا مس بأنه هذا العدد هل هو عدد زوجي أم عدد فردي؟ يلا نشوف مع بعض. خلينا ننتبه يا مس على السبورة ونشوف المس كيف بدها تشرح. نشوف يا مس عنا العدد الأول. عنا يا مس بالأول جدول ورح نميز هذه الأعداد هل هي عدد زوجي أم عدد فردي؟ خلينا ننتبه يا مس على السبورة. في الحصص السابقة يا مس شرحنا عن الأعداد الزوجية والأعداد الفردية وحكيت لكم يا مس هدول خلينا نحفظهم لأنهم بيساعدونا على إنه نعرف إنه هذا الرقم عدد زوجي أم عدد فردي. نشوف يا مس نستذكر مع بعض. يلا يا ثاني، إيش هم الأعداد الزوجية؟ حكينا 0 2 4 6 8. نعيد مرة ثانية الأعداد الزوجية 0 2 4 6 8. أما الأعداد الفردية وهي 1 3 5 7 9. نعيد مرة ثانية، ما هي الأعداد الفردية يا ثاني؟ 1 3 5 7 9. حكينا يا مس احنا هدول لازم نحفظهم. لازم نحفظهم ليش؟ لانه بيساعدني على اني انا اعرف انه هذا العدد زوجي ام عدد فردي. طيب خلينا انا مس راسلها بجدول على السبورة. خلينا نشوف الرقم الاول. نستذكر يا ثاني انه قراءة العدد بنبلش يا مس من اليسار الى اليمين. قراءته من اليسار الى اليمين. خلينا نقرأ يا مس 300 و1 300 و1 300 و2 300 و3 300 و4 300 و5 300 و6. يلا مع بعض يا ثاني 300 و7 300 و8 300 و9 300 و10. خلينا نس أول إشي بالصف الأول، خلينا نشوف مين العدد الزوجي وكيف بدنا نعرف العدد الزوجي من العدد الفردي. طيب يا مس رح أحكي لك قبل هيك إنه في قصة، انتبه علي يا مس، ليش سميناها أعداد زوجية وليش سميناها أعداد فردية؟ ليش ما حكينا عن الأعداد كلها أعداد زوجية وليش ما حكينا عنها كلها أعداد فردية؟ انتبه يا مس، في عندي قصة كثير حلوة. خلينا ناخذ يا مس رقم اثنان. رح أسأل ثاني الحلوين صف ثاني، اثنان كم واحد في يا مس؟ كم واحد؟ أحسنتم، اثنان يعني 1 و1. خلينا نرسمهم 1 و1. تعال نشوف الواحد هل بيتصادقوا مع بعض؟ الواحد بصيروا أصدقاء، بصبحوا أصدقاء. 1 و1 أصبحوا أصدقاء، لهيك يا مس سميته عدد زوجي. خلينا نشوف الأربعة. يلا الأربعة كم واحد في ثاني؟ أحسنتم، 4 وحدات. 1 2 3 4. 4. تعي شوف بيتصادقوا ولا لا. الواحد هاد أيهم شايفين كيف تصادقوا؟ أصبحوا أصدقاء. نشوف يا مس الرقم الثاني 1 و1 كمان أصبحوا أصدقاء. في وحدات ثانية لحالها؟ لا. إذا اتصادقوا، اتصاحبوا يا مس، فإيش سميته يا مس؟ عدد زوجي، يعني العدد الزوجي يا مس بحب الأصدقاء، بيتصادق مع الرقم الثاني أو الآخر. طيب تعال نشوف ليش يمس سميناه عدد فردي. خلينا ناخذ اي عدد فردي، ناخذ 5.
ناخذ الخمسة. يلا يا ثاني، الخمسة كم واحد فيها؟ أحسنتم، خمس وحدات، خمس وحدات، واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة. يلا خلينا نصادقهم يا ثاني. الواحد مع الواحد أصبحوا أصدقاء، والواحد والواحد هون كمان أصبحوا أصدقاء. إذا مين عندي؟ هل له صديق؟ هل الواحد له صديق؟ مسكين ما له صديق، ما له صديق يا ثاني، لهيك سميته فردي، فردي لأنه وحيد، ما له صديق، لهيك سميناه عدد فردي، عدد فردي، ماشي يا ثاني وضحت الفكرة؟ إذا أنا ليش سميته عدد زوجي وعدد فردي؟ طيب يا بس خلينا نيجي على الرقم الأول، 301، 301. هسه يا مس دائما رح أعطيك معلومة، رح أعطيك معلومة كيف أحدد ما إذا كان العدد زوجيا أم فرديا، كيف بدي أعرف إنه هذا العدد زوجي أو فردي؟ مس دائما نضع خط تحت الآحاد. أي رقم يا مس إن شاء الله مكون من 8 منازل، 9 منازل، كيف بدي اعرف انه هذا فردي او زوجي؟ يعني مستحيل انه انا احفظ الارقام كلياتها واحكي انه هذا فردي زوجي، فردي زوجي. دائما يا مس اي رقم بعطيك اياه او اي رقم بتشوفه يا مس باي كتاب بدي اعرف انه هذا زوجي او فردي، اضع خطا، نضع خطا تحت الاحاد. طلعوا لي يا مس وين الاحاد بهذا الرقم؟ هيو نستذكر يا مس، احاد، عشرات، مئات، آحاد، عشرات، مئات. أنا مش حكينا وين بنحط خط؟ تحت الآحاد. وين بنحط خط؟ تحت الآحاد. مش طلعوا لي كيف أنا حطيت خط تحت الواحد؟ باجي بسأل نفسي يا ثاني، هل الواحد من الأعداد الزوجية أم الأعداد الفردية؟ طلعوا لي هون. أحسنتم، إذا الواحد من الأعداد الفردية، فبحكي عن الرقم كله يا ثاني، بحكي عن الرقم كلياته، شو بكتب للمس؟ بكتب لها فردي، إيش بكتب لها؟ فردي، إذا أنا أضع خط تحت الآحاد وبسأل حالي هل الواحد ينتمي للأعداد الزوجية أم للأعداد الفردية؟ إذا أنا عندي من الأعداد الفردية، فبحكي عن الرقم كله يا مس، يصبح الرقم كله فردي، يصبح الرقم كله يا مس فردي. طيب يا مس خلينا نطلع على الرقم الثاني، 302، 302، أين أضع الخط؟ أحسنتم، تحت الآحاد. وين الآحاد يا مس؟ هيها الاثنين، الاثنين. بسأل نفسي يا ثاني، الاثنان من الأعداد الزوجية أم الفردية؟ أحسنتم، من الأعداد الزوجية، فيصبح الرقم كله يا مس زوجي، زوجي. نشوف هون الثلاث، 303، 303. أين الأحد يا ثاني؟ هي الثلاثة، فبحكي عن الثلاثة، هل هي من الأعداد الزوجية أم الفردية؟ أحسنتم يا ثاني، هي من الأعداد الفردية، فإيش بحكي على الرقم كله يا ثاني؟ فردي، فردي، فردي. وهكذا بس، يعني عندنا هون الأربعة، وضع خط تحت الأربعة، بسأل نفسي هل هو زوجي أم فردي؟ بتحكي لي يا زوجي، فبكتب زوجي، زوجي. الخمسة هون هي شايفينها باللون الأخضر، بسأل حالي هل هي زوجية أم فردية؟ فبتحكي لي الرقم كله يا مس رح يكون فردي. نطلع على 306، أين الآحاد؟ الستة، فبسأل حالي الستة زوجي أم فردي؟ يلا يا ثاني مع بعض، الستة زوجي، فبيكون الرقم كله اسمه عدد زوجي، فبيكون هذا الرقم كلياته يا مس عدد زوجي، عدد زوجي. نطلع هون يا مس 307، أين الآحاد؟ سبعة، السبعة تنتمي للأعداد الزوجية أم الفردية؟ الفردية، أحسنتم، فبسميه يا مس فردي، فردي. الثمانية،
أين تنتمي للأعداد الزوجية أم الفردية؟ أحسنتم يا ثاني، برافو. إذا يا مس إيش اسمه؟ صار اسمه زوجي، زوجي. يلا 309، 309. أنا حطيت خط يا مس تحت الآحاد. دير بالك يا مس، مش تحط لي عند المئات، خطأ. لازم نحط الخط تحت الآحاد، وإحنا ثاني شطورين نعرف وين الآحاد بأي عدد. إذا يا مس نحط خط تحت الآحاد. بسأل نفسي يا ثاني، التسعة من الأعداد الزوجية أم الفردية؟ هيو يا مس شايفين؟ تسعة من الأعداد الفردية، فبحكي عن الرقم كلياته يا مس، عدد فردي، عدد فردي. طلعوا لي يا مس هون الصفر، هل هي من الأعداد الزوجية أم الفردية؟ هو من الأعداد الزوجية، الزوجية، فهو عدد زوجي. مس قصة العشرة، لو احنا أخذنا مثلا العشرة، بدي أحكي العشرة هل هو عدد زوجي أم فردي؟ طلعوا لي مس على العشرة، العشرة كم خمسة هي أخذناها في صف أول؟ مكونات العدد عشرة، إيش بيعطيني عشرة؟ خمسة وخمسة، صح يا مس؟ طلعوا لي الخمسة والخمسة، تصادقوا مع بعض، تصادقوا مع بعض، ما في بواقي، هيك أنا سميته زوجي، زوجي. طيب يا مس نطلع هون، 311، 312، 313. شوفوا كيف بقرأ أنا الواحد عشر، ما بحكي 304 بواحد زي ما تعلمنا. الواحد بمنزلة العشرات اسمه عشرة. 314، 315، 316، 317، 318، 319، 320. مس أنا بدي أحدد وين الزوجي وين الفردي. مس أنا ما بيهمني، أنا والله المس حاطة ألوان، إذا إيش أنا بدي أعمل؟ شو أسوي؟ أحط خط على العددين؟ لا، أنا مس بحط خط على العدد الآحاد، على منزلة الآحاد، بحط خط على الآحاد. بسأل نفسي الواحد عدد زوجي أم فردي؟ أحسنتم، فبيكون كل الرقم إيش يا مس؟ فردي، فردي. خلينا ناخذ هون يا مس 314، وين الآحاد يا مس؟ أحسنتم، الأربعة، فالأربعة هل هي من الأعداد الزوجية أم الفردية؟ برافو يا ثاني، هي من الأعداد الزوجية، فبحكي عن الرقم عدد زوجي، عدد زوجي. بس أنا بدي أفهم بملخص إنه الأعداد الزوجية والأعداد الفردية أنا أضع خط تحت الآحاد، بضع خط يمس تحت منزلة الآحاد، وبعدين يمس بسأل نفسي هل هذا الرقم ينتمي للأعداد الزوجية أم ينتمي للأعداد الفردية؟ وباجي بكون وبحط هذا الرقم، هل هو عدد فردي أم عدد زوجي؟ فبيكون فردي أو زوجي. طيب يا مس خلينا نفتح كتابنا، يلا يا ثاني افتح لي كتابك صفحة 25، نحل الأسئلة. تمارين الكتاب الملون، يلا نفتح كتابنا الملون صفحة 25 يا مس، خلينا نحل الأسئلة. مس السؤال بحكي لنا وحوت العدد الزوجي، العدد الزوجي، ما معنى يا مس أحوط؟ ما معنى أحوط؟ يعني ضع دائرة، بدي أضع دائرة حول العدد الزوجي، أنا رح أعطيك أعداد يا مس، وأنت تحكي لي يا مس هل هو هذا عدد زوجي أم فردي؟ خلينا بالأول نكتب الأرقام.
نبدأ نحوط على العدد الزوجي، نحوط على العدد الزوجي. نتذكر يا مس ايش هي الأعداد الزوجية؟ يلا صفر، اثنان، أربعة، ستة، ثمانية. يلا يا مس، أول إشي خلينا نقرأ العدد الأول. حكينا من اليسار إلى اليمين، يلا 373، 487، 249، 682، 401 و60. طيب يا مس، احنا حكينا على اي عدد لازم نحط خط تحت مية ثاني. يلا اسمع، احسنتم، تحت الاحاد. اذا كل رقم خلينا نحط خط تحت احاده. برافو يا ثاني. هسه بسأل حالي على كل رقم، هل الثلاثة تنتمي للأعداد الزوجية أم الفردية؟ طلع احنا بنكون حاطينها هون أو احنا حاطينها يا مس. إذا ما بنحط يا مس دائرة عليها لأنها هي مش عدد زوجي. نشوف السبعة، السبعة هل هو عدد زوجي أم فردي هون؟ إذا هو فردي، إذا ما بضع عليه أنا دائرة. التسعة يا مس هل هو عدد زوجي أم فردي؟ إذا لا أضع عليه دائرة لأنه فردي. الاثنان، هيا يا مس شايفين؟ إذا هو الاثنان ينتمي إلى الأعداد الزوجية فأضع عليه دائرة. أما الواحد، أحسنتم يا ثاني، هو عدد فردي ليس عدد زوجي، يا مس أنا ما بضع عليه دائرة. نشوف يا مس رقم اثنين، 564، 879، 785، 661، 999. إذا يا ثاني اتعلمنا وأكيد حفظنا، وين نحط خط؟ تحت الآحاد. يلا نحط خط تحت آحاد كل رقم. هسا نسأل حالنا، الأربعة عدد زوجي ولا فردي؟ يلا يا ثاني، أحسنتم ثاني، إذا أضع عليه دائرة. التسعة، لا هو عدد فردي. الخمسة، أحسنتم، عدد فردي. الواحد، عدد فردي. التسعة، عدد فردي. إذا بس يا مس بنحط دائرة على الرقم الأول لأنه هو اللي بينتمي للعدد الزوجي. طيب يا مس نشوف رقم ثلاث، 753، 346، 555، 906، 470. يلا نحط خط تحت الآحاد كل رقم. يلا يا مس نسأل حالنا، الثلاثة هل هو من الأعداد الزوجية؟ لا. الستة هل هو من الأعداد الزوجية؟ نعم، فنضع عليه دائرة. الخمسة من الأعداد الزوجية؟ لا. الستة من الأعداد الزوجية؟ نعم، نضع عليه دائرة. الصفر من الأعداد الزوجية؟ نعم، نضع عليه دائرة. أحسنتم يا ثاني، رائعين رائعين. يلا يا مس هسه بدنا ناخذ التمرين اللي بعده. مس السؤال اللي بعده بيحكي لنا حوط على العدد الفردي، بدنا نحوط على العدد الفردي. يلا ايش هي الاعداد الفرديه؟ نتذكرها مع بعض، واحد، ثلاثة، خمسة، سبعة، تسعة. طيب يا مس خلينا نكتبهم على اللوح. رقم أربعة، وخمسة، وستة. طيب وثلاثة وسبعون، 170، 232. يلا يا مس اقرأوا معي، 174. يلا خمسة، يلا يا مس نقلوني الأرقام، 300، ممتازين، و70، 557. يلا يا مس نقلني من كتابك، 274، 682، 466. يلا رقم ستة يا مس، يلا نقلي الأعداد، 963،
ثلاثمائة واثنان وأربعون، سبعمائة واثنان وسبعون، مائة وسبعة وثمانون، ستمائة وخمسة. يلا يا بس، كالعادة زي ما تعودنا بنحط خط تحت الآحاد. يعني إحنا هسه بسؤال رقم أربعة، وين الآحاد في كل عدد؟ بنحط يا مس عليه خط، وبنسأل حالنا بدنا أعداد فردية، هل الستة من الأعداد الفردية يا ثاني؟ لا، أحسنتم. هل الثلاثة من الأعداد الفردية؟ نعم، إذا نضع عليه دائرة. الصفر من الأعداد الزوجية أو آسف يا مس الفردية؟ لا، هو عدد زوجي. أحسنتم يا ثاني. الاثنان من الأعداد الفردية؟ لا. الأربعة من الأعداد الفردية؟ لا. إذا بس نحط يمس دائرة على هذا العدد اللي هو 473. يلا مس رقم خمسة، نضع خط تحت الآحاد. يلا نسأل حالنا، الصفر من الأعداد الفردية؟ لا. السبعة من الأعداد الفردية؟ أيوة مس، نعم، إذا نضع عليه دائرة. الأربعة من الأعداد الفردية؟ لا. الاثنان من الأعداد الفردية؟ لا. الستة من الأعداد الفردية؟ لا. إذا يمس بس على 557 نضع دائرة. سؤال ستة، يلا نضع خط تحت الآحاد لكل رقم. يلا نسأل حالنا، الثلاث من الأعداد الفردية؟ أحسنتم، نعم، هي الثلاثة. إذا هو عدد فردي. الاثنان؟ لا، هو عدد زوجي وليس فردي. الاثنان كمان هو عدد زوجي مش فردي. السبعة؟ هي ليس، إذا هو عدد فردي فأضع عليه دائرة. والخمسة هو عدد أيضا فردي، فبحكي عن رقم كلياته يا مس عدد فردي. أحسنتم يا ثاني. نيجي يا مس لآخر سؤال بحصتنا اليوم. بيحكي لنا هون يا مس بدنا نكون عدد فردي أقل من الأربعة مئة. الأربعة مئة، طيب بيحكي لنا هون يا مس عندي رقم 400. يلا نقرأ هذا الرقم من اليسار إلى اليمين. آحاد عشرات مئات. إيش اسمه يا مس هذا الرقم؟ 400. بيحكي لنا يا مس بدي تستخدمني هاي الأرقام، يعني أنا عندي هاي مس الأرقام، بدي أكون عدد فردي. ها، بدي أكون عدد فردي أقل من الأربعمية، يعني أصغر من الأربعمية. بحط وين أول شيء خط؟ عندي المئات. ليش؟ لأن أنا بدي أصغر من الأربعمية. بس الأربعة هون مين أصغر إشي فيها هون؟ هل هي السبعة أم الثلاثة أم الأربعة؟ أحسنتم يا ثاني، الثلاثة. زي ما تعودنا دائما يا مس لما بدنا نكتب عدد نعمل ثلاث خطوط، الثلاثة نضعها وين يا مس؟ عند المئات، لأنه هو يا مس بده يا مس أقل من الأربعة. الأربعة بده أقل من شو؟ اللي أقل من الأربعة يا مس؟ الثلاثة. بضل عندي يا مس رقمين اللي هم السبعة والأربعة، فأنا بحط أي رقم بدي إياه. ممكن يجي ولد طالب بالصف الثاني يحكي لي لا يا مس أنا ما كتبت هيك، كتبت هيك يا مس. برضو يا مس صح، أنا بهمني المئات، بهمني المئات إنها أقل من الأربعة، إنها أقل من العدد أربعة. مس كتابك الغير ملون بدي يكون مس معاك واجب، مس بدي يكون معاك واجب صفحة 13 منحلها يا مس، وبتفرجيني اياها عشان اصلح لك اياها. وهيك يا مس احنا بنكون انهينا درسنا الاعداد الزوجيه والاعداد الفرديه، وفرقنا بين العدد الزوجي والعدد الفردي بوضع خط تحت الاحاد. ولازم يا مس نحفظ الاعداد ايش هم الاعداد الزوجيه وايش هم الاعداد الفرديه، علشان انا اي رقم اذا المس حطت لك اياه اعرف انه هذا عدد زوجي او عدد فردي بوضع خط تحت الآحاد يا ثاني. ما ننسى، ويعطيكم ألف عافية يا ثاني.